النعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في يوم عرفة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث ما تزال تجري مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، حيث يتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج. والكسوة التي يتم إزالتها من الكعبة تقطع إلى قطع صغيرة ويتم إهداؤها إلى شخصيات إسلامية. في سنة 1982 قامت المملكة بإهداء قطعة إلى الأمم المتحدة التي تقوم بعرضها في قاعة الاستقبالات. تصنع كسوة الكعبة كما تعلمون من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود المنقوش عليه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذلك الله جل جلاله وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأيضا
يا حنان يا منان، كما يوجد تحت الحزام الأركان سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. يبلغ ارتفاع ثوب الكعبة 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى من هذا الارتفاع حزام الكسوة بعرض 95 سنتيمترا، وهو مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية، محاط بإطارين من الزخارف الإسلامية ومطرز بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب. يبلغ طول الحزام 47 مترا، ويتكون من 16 قطعة، كما تشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص، ويبلغ ارتفاعها 7.5 متر، وبعرض 4 أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسلامية، ومطرز تطريزا بارزا مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب. وتبطن كسوة الكعبة بقماش خام، كما يوجد 6 قطع آيات تحت الحزام، وقطعة الإهداء، و11 قنديلا موضوعة بين أضلاع الكعبة. يبلغ طول ستارة باب الكعبة 7.5 متر بعرض 4 أمتار مشغولة بالآيات القرآنية من السلك الذهبي والفضي. وعلى الرغم من تحول الإنتاج إلى ميكنة وما يسمى بالمكائن، فإن العمل اليدوي في كسوة الكعبة المشرفة ما زال يحظى بالاهتمام، حيث توفر لمصنع الكسوة أيدي سعودية ماهرة تتشرف بالعمل طوال السنة على هذه الكسوة. يستهلك الثوب الواحد 670 كيلوغراما من الحرير الطبيعي، ويبلغ مسطح الثوب 658 مترا مربعا، ويتكون من 47 طاقة قماش طول الواحدة 14 مترا بعرض 95 سنتيمترا. تبلغ تكاليف الثوب الواحد للكعبة حوالي 17 مليون ريال سعودي، هي تكلفة الخامات وأجور العاملين والإداريين وكل ما يلزم الثوب. يبلغ عدد العاملين في إنتاج الكسوة 240 عاملا موظفا وفنيا وإداريا. نتاجهم نراه في هذا اليوم، يوم 9 من شهر الحجة، في هذا المكان الطاهر المبارك، وأيدي العمال تضع اللمسات الأخيرة على هذا الثوب الذي سيستمر سنة كاملة على الكعبة المشرفة. أعود مرة أخرى إلى الزميل عبد الله الشهري. شكرا للزميل عبد العزيز العيد على هذه المعلومات الدقيقة والمتنوعة عن وصف كسوة الكعبة المشرفة، وهي الكسوة التي تبارى المسلمون على صناعتها منذ فجر الإسلام، والتي حظيت باهتمام كل من كان مسؤولا عن هذه البقعة المشرفة حتى في مراحل ما قبل الإسلام. والكعبة المشرفة أيها الإخوة والأخوات، حيث تهفو أفئدة ملايين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها 5 مرات في اليوم، وهي في منتصف صحن المسجد الحرام في مكة المكرمة،
والتي التقطت لها الكثير من الصور من أقمار صناعية ومن سفن فضاء، وكانت صورا في منتهى الدقة، وهناك من وصل إلى إقرار أن هذا المكان هو نقطة الارتكاز في الكرة الأرضية بأكملها، وذلك بالحسابات الجغرافية والفلكية. في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات، وكما أشار الزميل عبد العزيز، يتم تغيير الكسوة التي جرى العمل على إعدادها وتنظيمها وتطريزها على مدى عام كامل من خلال مجموعة من العاملين الذين يتشرفون بالعمل في هذا المصنع، والذين يصل عددهم إلى حوالي 240 عاملا وموظفا وفنيا وإداريا. وتشاهدون الآن مجموعة من المسؤولين عن هذا العمل النبيل، وهم في المراحل الأخيرة من استبدال كسوة الكعبة القديمة التي سيتم تقطيعها وإهداؤها لكبار الشخصيات التي تتشرف بالحصول عليها كواحدة من أثمن وأغلى الهدايا التي يمكن أن يتم تبادلها بين الزعماء والمسؤولين وكذلك الشخصيات الإسلامية والعالمية البارزة. وتوجد قطعة من كسوة الكعبة المشرفة معروضة في قاعة الاستقبالات الكبرى في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي سبق أن أهديت في العام 1982 من الميلاد. وهذا العمل الذي تشاهدون جانبا منه أيها الإخوة والأخوات عادة سنوية يجري تنفيذها في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة من كل موسم حج. والحرم المكي الشريف والحرم النبوي، الحرمان بشكل عام، يحظيان كما تعلمون باهتمام غير محدود من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وأنشئت لهذا الغرض رئاسة الحرمين الشريفين، وهناك العديد من الهيئات التي تقوم على خدمة هذين البيتين الكريمين. ولا أدل على عظم الاهتمام من أن اللقب الرسمي لملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين، وهي خدمة يتشرف بها أبناء المملكة ملكا وحكومة وشعبا. نتشرف في هذا البلد الكريم بأن نكون في خدمة أطهر بقاع الأرض، ونتشرف أن نسهل مهمة إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، معتمرين وزوار وحجاج. نتشرف بخدمتهم وتسهيل مهمتهم وتسهيل وصولهم إلى غايتهم، وهي أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وهو شرف كبير يتشرف به جميع أبناء المملكة، بدءا بالعاهل المفدى خادم الحرمين الشريفين، ومرورا بكل العاملين في الأجهزة التنفيذية وغيرها من الأجهزة التي تتشرف بتقديم خدماتها. وكما تشاهدون أيها الإخوة، الازدحام حول الكعبة المشرفة من الطائفين والذين يتوقفون لمشاهدة هذا الحدث الذي يحدث مرة كل عام، ومحظوظ هو من كان في الحرم المكي في مثل هذه الساعة المباركة. كما أن النقل الحي المباشر بالصوت والصورة إلى مختلف أنحاء العالم يعطي أيضا بعدا آخر لهذا الحدث العظيم الذي نحن بصدده، والذي نستفتح به يومنا هذا وتغطيتنا هذه عبر التلفزيون، والتي ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام. وبالتأكيد مرورا بالوقفة بعرفات بعد ساعات من الآن، حيث يلتئم شمل حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر.
ما زلنا معكم أيها الأخوة والأخوات في هذا النقل الحي المباشر، وتشاهدون الآن عملية تفكيك الثوب الجديد الذي سيسدل على الكعبة المشرفة بعد لحظات. الزميل عبد العزيز العيد. وما زالت مراسم قصوة الكعبة المشرفة قائمة. كسى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية، وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين، وكان ذلك بعد فتح مكة في العام 9 الهجري. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصبحت الكعبة تكسى بالقماش المصري المعروف بالقباطي، وهي أثواب بيضاء رقيقة كانت تصنع في مصر. في عهد معاوية بن أبي سفيان كسيت الكعبة كسوتين في العام، كسوة في يوم عاشوراء والأخرى في آخر شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر، كما أن معاوية هو أيضا أول من طيب الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب. كما اهتم أيضا الخلفاء الأمويون في عصر الدولة الأموية بكسوة الكعبة، وفي عهد معاوية بن أبي سفيان كسيت الكعبة كسوتين في العام، كسوة في يوم عاشوراء والأخرى في آخر شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر، وكانت ترسل كسوة الكعبة من دمشق، كما كانت تجهز بأحسن الأقمشة وأفضلها وترسل إلى مكة في منطقة على أطراف دمشق سميت الكسوة نسبة لذلك، حيث اشتهر محمل الحج الشام الذي ينطلق من دمشق بجموع الحجيج المجتمعين من كافة البقاع ومن دول كثيرة في الشرق الأوسط في الشرق ووسط آسيا، كما أن معاوية هو أيضا أول من طيب الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب. وفي هذا السياق الحديث عن كسوة الكعبة في السياقات التاريخية، أيضا في الدولة العباسية كانت تكسى في بعض السنوات 3 مرات في السنة، وكانت الكسوة تصنع من أجود أنواع الحرير والديباج الأحمر والأبيض. في عهد الخليفة المأمون كانت الكعبة تكسى 3 مرات في السنة، ففي يوم التروية كانت تكسى بالديباج الأحمر، وفي أول شهر رجب كانت تكسى بالقباطي، وفي عيد الفطر تكسى بالديباج الأبيض. واستمر اهتمام العباسيين بكسوة الكعبة إلى أن بدأت الدولة العباسية في الضعف، وكانت الكسوة تأتي من بعض ملوك الهند وفارس واليمن ومصر. مع بداية الدولة الفاطمية اهتم الحكام الفاطميون بإرسال كسوة الكعبة كل عام من مصر، وكانت الكسوة بيضاء اللون. ما نزال نتابع المراسم أو اللمسات الأخيرة لكسوة الكعبة الجديدة التي وقف بعض من الرجال على سطح الكعبة لشدها وتثبيتها بالحبال في جزء من أجزاء الكعبة. لاحظ أخي عبد العزيز هنا في عملية الاستبدال لا يتم تعلية الكعبة بشكل كامل. نعم. يتم وضع الكسوة الجديدة في الأعلى، ثم يتم تمرير الكسوة القديمة لإنزالها وإبقاء الجزء الجديد منها كما نشاهد في هذه اللقطة. نعم، لا يكشف شكلها بشكل كامل. نعم، نلاحظ أنه لا تعرى بشكل كامل، وإنما تأخذ على أجزاء كما نشاهد في هذا الجانب. نعم. حيث يتم استبداله، وتلاحظ الكسوة القديمة الآن بدأت تنزاح من الأسفل. نعم. وتبقى الكسوة الجديدة. لعلك تلاحظ أخ عبد الله كما يلاحظ السادة المشاهدون أن هناك ترتيبا معين يجري، أي أن الأمر لا يجري اعتباطا. واضح. هو يجري بشكل دقيق، وهذا ما يميز الحدث، أنه بقدر جماله ومعناه الروحاني الكبير إلا أنه يجري في هدوء كبير، يعني الطائفون لا يتوقفون ويعني لا يشوب الأمر أي حركة غير اعتيادية توقف مسار الطائفين أو الذين يصلون بالبيت، إنما الجميع يتأملون هذا المنظر، والعاملون يعني يجري عملهم بشكل دقيق ومرتب وهادئ، ليس هناك صخب على الإطلاق. نعم، ونشاهد الآن أيضا هذه العملية كما تفضلت فعلا تمر بهدوء تام. بعض الحجاج طبعا يتوقف لأنها لحظة تاريخية، نلاحظ الآن هذا الثوب القديم الجزء هذا الجانب بالذات هو الآن
ونلاحظ يتسابقون على إعادة ترتيبه ليتم إعادته إلى المصنع، وكما ذكرنا في السابق يتم تقطيعه وتقديمه هدايا لكبار الشخصيات. عبد الله، لاحظت أن الشباب الذين يعملون لاحظ أن عليهم أردية على أكتافهم تميزهم عن غيرهم وتسمح لهم دون غيرهم يتعاملون مع الكسوة. لاحظ لا أحد يعني يجتهد. طبيعي، واضح أنه في فريق عمل مدرب ويعملون بتناغم كامل كما نشاهد، وتلاحظ الموجهين من هنا وهناك، والعمل يبدو لي يعني متدربين عليه بشكل جيد، بحيث أنه يتم ولو أن الكاميرا تأخذ من زوايا أخرى. نلاحظ الآن يجري العمل على يعني إعادة أو على استكمال بقية جوانب الكعبة لتكسى بالكامل بعد لحظات. هنا عملية تثبيت الكسوة الجديدة بعد أن تم إسقاط الكسوة القديمة. هل لاحظت عبد الله الصدريات التي يلبسها الذين يشدون الحبال، الذين يأخذون الثوب لهم شكل آخر؟ نعم. وأردية على أكتافهم. نعم. الخضراء. بالطبع، لأنه فرق العمل هكذا تعمل، يعني فرق العمل ناجحة في الغالب إنه عند عملية يعني توزيع الأدوار وفي مهام من هذا النوع إنه يتم تمييز فرق العمل بألوان معينة أو بشارات معينة، إما على الكتف أو بهذه الطريقة التي نشاهدها، بحيث يعرف أيضا حتى للجهات الأخرى ويعرفون بينهم وبين بعض دور كل واحد منهم. يعني ولاحظ أيضا أنه ليس فقط أداء لعمل، وإنما أيضا يحتسبون فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم وألا يحرم القائمين على أمر الحرمين الشريفين من أجر خدمتها وتهيئتها وإبقائها دائما في أفضل صورة. نعم، واضح الاختلاف في ما يعرف باليونيفورم بين من هم يعني على حسب أدوارهم. وهذا هو الـ يعني جانب من كسوة الكعبة الجديد. نعم، في جانب آخر سيتم ترتيبه بدلا. نعم. من ما هو تحت، لأن بنفس الطريقة التي تمت في المرة السابقة سيتم إسقاط تفكيك الكسوة السابقة وتنسدل مباشرة تحت الكسوة الجديدة، ثم توضع الكسوة الجديدة لتبقى كما تفضلت قبل قليل عاما كاملا في مثل هذا اليوم. العام القادم إن شاء الله يعني حوالي 364 يوم يستمر يعني تستمر الكسوة، وهي يعني فنيا مهيئة للظروف المناخية من حيث الشمس والأمطار وإلى آخره، لا تتأثر بها وتبقى صامدة إلى أن يتم استبدالها في العام القادم إن شاء الله. الرجال ما زالوا يعملون على شد الثوب الجديد وفك خيوط المثبتة للثوب القديم في جانب من جوانب الكعبة المشرفة. تلاحظ أن كل جهة من الجهات الأربع لها كسوتها. نعم، يعني على حسب ما تفضلت به هو الارتفاع بشكل عام، ارتفاع الثوب 14 متر كما ذكرت، والحزام العلوي 65 تقريبا حوالي 100 سنتيمتر الذي نشاهده الآن، وهو يعني على الجهة العلوية التي تقوم بعملية تثبيت الكسوة. أيضا ذكرت أخ عبد العزيز في حديثك قبل قليل أن الحرير الطبيعي يعني كم يستهلك الثوب الواحد من الحرير الطبيعي، كم كان الرقم؟ نعم، 670 كيلو جراما هي كمية الحرير التي يستهلكها الثوب الواحد من ثياب الكعبة. نعم، هذا الآن تم الانتهاء من أحد الأركان، الآن جهة أخرى يعني يتم تقريبا الانتهاء من تثبيت كسوتها الجديدة. 670 كيلو جرام من الحرير الطبيعي المسطح أيضا حوالي 658 متر مربع، بالأرقام أيضا 47 طاقة قماش طول الواحدة منها التي كما قلنا طولها 14 مترا، يعني القطعة التي انسدلت أمامكم الآن طولها 14 مترا وعرضها 5.5
90 سنتيمترا. وأيضا مبلغ يعني ليس سهلا، 17 مليون ريال تكلفة القطع الأربعة التي تكسو الكعبة المشرفة، ولكن بالنظر إلى المواد الخام التي تستخدم في صناعتها لا شك أنه رقم يعني معقول. نعم، أيضا نلاحظ أن الثوب يستهلك عاما كاملا الشغل عليه، وهذا يعطي كمية الدقة التي يجب أن يتمتع بها يعني العاملون في هذا الثوب، وأيضا الأناه التي يشتغلون عليها، وأيضا التطريز أيضا الذي يأخذ حيزا وقتيا من وقت العاملين، ونوعية العاملين الذين يعملون عليه، يعني لديهم تدريب قديم من في مصنع الكسوة القريب من مكة، كما أن أيضا هذا العمل هو يأتي بشكل تراكمي، وبالتالي هؤلاء العاملون يعني لم يأتوا مرة واحدة، إنما جاءوا عبر خبرات تراكمية، إن كان ما يتعلق بإصلاح ثوب الكعبة أو حياكته وتطريزه وكتابة الآيات الكريمة فيه في مصنع الكسوة كما قلنا القريب من مكة المكرمة. كما أشرت عبد العزيز أنت أيضا قبل قليل إلى أنه رغم يعني دخول التقنية كمتغير مهم يعني في عملية صناعة الكسوة، ويعني دخول الآليات وأن ميكنة العمل، إلا أن أيضا التطريز اليدوي ما زال حاضرا وبقوة، وهذا ما يؤكد لأنه فيه كثير من الزخارف لا يمكن يعني أن يتم يعني طباعتها أو تنفيذها باستخدام الآلة، فلا بد من وجود اليد الماهرة القادرة على أن يعني تنفذ هذه اللمسة أو تلك في جانب من جوانب الكسوة، كسوة الكعبة المشرفة، وبدقة متناهية. وهذا ما يبرر يعني استمرار العمل على أربع قطع بطول 14 مترا، وبهذا يبرر، هذا ما يبرر يعني استمرارها عاما كاملا، العمل على الكسوة الواحدة لمدة عام كامل. لو لاحظت في اللقطة السابقة كان الكثير من الحجاج الحاضرين يلتقطون صور تذكارية بجوالاتهم، وهذا المتغير الجديد أيضا الذي دخله بقوة، يعني ربما تكون الآن موجودة الآن على معظم شبكات التواصل الاجتماعي، ترسل مباشرة من موقع الحدث يعني فيما يعرف بإعلام الناس أو الإعلام الجديد الآن. ما زال الرجال يعملون بجد وإخلاص على إنهاء لمسات الباس الكعبة المشرفة ثوبها الجديد في هذا اليوم، يوم 9 من شهر ذي الحجة، يوم عرفات، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى، هم الآن في طريق مشعر عرفات ليبقوا هذا اليوم وليستمعوا إلى خطبة عرفات وليصلوا الظهر والعصر مع جموع حجاج بيت الله الحرام التي بدأت التوافد مع صبيحة هذا اليوم المبارك. صورتان لا تختفيان من الشاشة، حدث هنا مهم وحدث آخر مهم، حركة الحجيج من منى إلى عرفة وقد بدأت مع صبيحة هذا اليوم، ومراسم كسوة الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهي الآن تتم بشكل دقيق وسلس وسريع، وقريبا نوشك على الانتهاء من هذا الحدث التاريخي لها. نعم، يبدو لي أنه هذا هو آخر الـ يعني الـ الجهات الأربع التي يتم فيها تثبيت الكسوة الجديدة، وهذا أحد العاملين يضع يعني اللمسات الأخيرة في عملية استبدال الكسوة القديمة وإنزالها بتفكيكها من مثبتاتها وإنزال الكسوة الجديدة بدلا منها، يعني بمثل هذه الطريقة، وكما تحدثنا في عملية توزيع الأدوار بين
القائمين على هذا العمل. الآن يعني سيسدل الثوب الجديد بعد أن يتم إسقاط الثوب القديم، وهذا باب الكعبة المشرفة والتي أيضا تشرف قبل فترة ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بغسلها. لعلها زميل عبد الله من اللحظات التي نشاهد القلائل حقيقة في حياتي لم أشاهد الكعبة بهذا الشكل، خصوصا من جهة الباب. يعني هي لحظات، يعني دائما ما نشاهد الكعبة بثوبها الأسود في من كل جهاتها الأربع في كثير من ما نتابعه عبر التلفزيون أو إن قدر الله لنا المجيء إلى البيت الحرام. وطبعا عملية بناء الكعبة يعني أيضا هو في حد ذاته كان حدثا هائلا، يعني استغرق وقتا طويلا، وعملية بنائها بهذا الشكل الذي نلاحظه الآن مرت بمراحل كثيرة عبر التاريخ، كان من أبرزها ما تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، وما زالت طبعا وستظل يعني محط اهتمام قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بلا شك. يعني وهذه واحدة من أهم ما يميزنا حقيقة، يعني هنا العمل ما زال متواصلا، وكما تلاحظون تتم عملية يعني سحب الجزء الجديد تمهيدا لإسقاط الجزء القديم وإسدال الجديد بدلا منه، وهذا هو الجانب الرابع والأخير أعتقد أخ عبد العزيز. نعم. أن هذا هو يعني هي الجهة الأخيرة يعني في 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 عمل اليوم، حينما يستوي حينما تستوي هذه القطعة التي نلاحظ عملية سحبها إلى الأعلى ويتم تفكيك مثبتاتها ثم إسدالها، سنكون بذلك قد يعني سيتكون الجهات الأربع قد اكتملت، وتبدأ بعد ذلك عملية تثبيت الكسوة لتغطية الفراغات التي نشاهدها، وكما لاحظت أنها يعني قد تكون واحدة من يعني صورتي لا تتكرر كثيرا. نعم. عملية مشاهدة باب الكعبة كاملة جزء كبير جدا من الجدار بدون الكسوة. أيضا لاحظ عبد الله أن هناك نظاما بجوار الكعبة المشرفة أحيطت الحركة بشكل نصف كي لا يعني يحجز الطائفون العاملين في كسوة الكعبة المشرفة. هناك فراغ محاط بالكعبة لتمكينهم من المرور والعبور للمناطق التي يودون الشغل عليها في إطار إنهاء عملهم هذا المنظم. أكيد وضع السياج الحاجز بين الطائفين والمصلين وبين العاملين طبيعي حتى يجد العاملون فرصة للعمل بعيدا عن يعني أي مزاحمة قد تحدث من بعض الراغبين في الاستطلاع أو المشاركة، وأيضا لأن مثل هذا العمل ليس عملا مشاعا للجميع، كل واحد أكيد من الموجودين يتمنى أن يشارك بأي جهد في مثل هذا الحدث، ولكن بطبيعة الحال كما نلاحظ يعني حوالي 35 أو 40 شخص الآن يقومون بالعملية، ونشاهد أيضا بالمقابل يعني العشرات من الطائفين لأنه ليسوا حجاج، الحجاج يفترض أنهم لابسين إحراماتهم الآن، منهم من ينهي الطواف القدوم ويتوجه إلى عرفات مباشرة، حيث تعطينا صور بين الفينة والأخرى حركة انتقال الحجاج والتي بدأت فعلا يعني منذ يعني ساعات الصباح الأولى، بدأت السيارات وبدأ المشاة في التوجه من ميناء ومن مختلف المناطق القريبة من مشعر عرفات الطاهر ليستكملوا قبل ظهر هذا اليوم إن شاء الله عملية وصولهم، ثم يشهد. وقد كتب على الأردية التي يضعونها على أكتافهم الكسوة لأنهم مختصون في التعامل معها. لاحظوا السرعة التي أنجزوها، ثم هذا الثوب القديم
يحمل في شاحنة مخصصة لهذا الغرض، وهي تقف الآن خارج بيت الله الحرام في الشوارع القريبة، وتصلها الأردية القديمة واحدا تلو الآخر، حيث تذهب لتخزينها ثم التصرف بها، يتم تقطيعها وتقديمها كهدايا هدايا لكبار الشخصيات. نعم، تؤديها الدولة لكبار الشخصيات الإسلامية، هذا الحقيقة هو منع كثير من الشخصيات الإسلامية التي تود أن تحتفظ لتاريخها بقطع من كسر الكعبة، أي كان حجمها. نعم، هدية رائعة جدا يعني. نعم، هذا هو الجزء الأخير يعني تقريبا الآن تتم عملية تثبيته، ربما خلال دقائق من الآن يكون هذا الأمر انتهى، ويعتبر يعني فترة قياسية، يعني صارت من حوالي نصف ساعة عملية استبدال الكسوة القديمة بالجديدة، يعني يجري العمل فيها في حدود 40 إلى 50 دقيقة، هي مدة تقريبية للانتهاء من إنجاز هذا العمل. وبالنسبة للعاملين على الكسوة الكعبة المشرفة، هذا هو الحدث الأهم لهم. نعم، يكون أنجزوا. نعم، ما يعني اشتغلوا عليه طوال عام. نعم، يعني هم الآن يقطفون ثمرة ما عملوا عليه على مدى عام كامل، لم يبقى إلا لمسات بسيطة، عملية تقريب القطع الأربع من بعضها وتثبيتها، وكما ذكرنا أن كمية الحرير يعني التي تستخدم في صناعة الكسوة المشرفة تبرر أن يصل رقم أو تكلفتها إلى حوالي 17 مليون أو 20 مليون ريال سعودي، وأيضا الدقة في عملية النقش واختيار النقوش الإسلامية والعبارات التي تنقش بماء الذهب على 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 الكسوة الكعبة المشرفة. المسات الأخيرة توضع الآن على كسوة الكعبة المشرفة وتثبيت الأردية بشكل جيد لكي لا تسقط، ثم موازنة الأردية مع بعضها البعض كي تستر مجسم الكعبة المشرفة، جسد الكعبة المشرفة بشكل كامل. ما زالت قوافل الحجيج في صورة أخرى تواصل. لاحظ أنه تفضلت فيه أنه القطار المشاعر، ما أدري هل في لقطة يعني يمكن أن نأخذ من اللقطة لعل الزملاء المصورين. شوف عرفات الآن لم يعني تظهر الشمس بشكل كامل، يعني ما زالت الصورة يعني غائمة إلى حد ما، لكن حركة الانسياب في حركة النقل، يعني وتلاحظ هنا أنه برغم كل الإجراءات ما زلنا نشاهد الكثير من المخالفات، فمثلا هذا الطريق ليس للمشاة، ولكن نلاحظ عشرات الحجاج. وواحدة من أهم ما يواجه القائمين على أمر الحج هو أن الحجاج الذين أتوا العام لم يأتوا طبعا هذا العام، بالتالي أنت يعني في أنت في كل عام أمام 2 مليون ونصف حج جاءوا لأول مرة، وعملية التنظيم يعني برغم كل ما يبذل إنه ما زال عفوا هناك بعض الملاحظات، لكن نلاحظ يعني انخفاض كبير جدا في عدد الحافلات، أعتقد أنه أغنانا قطار الحرمين عن 30,000 حافلة، يعني كم يعني تم توفيره من جهد ووقت، وأيضا عملية ربما التلوث أيضا اللي قد تنتج عن استخدام وحرق الوقود في 30,000 حافلة يعتبر مؤشر يعني رائع جدا في تسهيل حركة انتقال الحجاج.
واعتقد انه هذا العام بعدما عمل القطار بكامل طاقته اننا سنشاهد يعني حضورا مبكرا للحجاج، في الغالب انه يستمر حضورهم في الحافلات سابقا الى ما قبل اذان الظهر، وبعضهم قد لا يصل بعد الاذان. نعم. ما زال عمل الرجال الخاصين بكسوة كعبة المشرفة متواصلا، كلهم في ما يخصه. وأيضا هنا انبلاج فجر يوم جديد، شمس جديدة على صعيد عرفات، أفضل يوم شرقت فيه الشمس. نعم. وهذه صورة لشروق الشمس على جبل الرحمة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوم رحمة لعموم المسلمين. نعم. ما زال أعتقد سدنة بيت الله الحرام والعاملون معهم في إنجاز اللمسات الأخيرة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة، حيث تم نقل الكسوة القديمة وإعادتها إلى المصنع، ويتم الآن تتم الآن عمليات التثبيت من خلال الوصلات التي نشاهدها مع العاملين. ربما يستغرق ذلك وقتا إضافيا آخر لعملية ربط الأطراف ببعضها وتثبيتها بشكلها النهائي على جسم الكعبة المشرفة. في عام 1927 ميلادية أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمرا ملكيا بتشييد مصنع أم القرى لصناعة الكسوة الشريفة، وكان أول مدير المصنع الشيخ عبد الرحمن مظهر حسين مظهر الأنصاري، هو الذي قام باقتراح إنشاء المصنع في مكة المكرمة. في عام 1977 أنشأت المملكة العربية السعودية مصنعا جديدا لكسوة الكعبة في أم الجود، وهو الذي نرى نتيجة عمله الآن على الكعبة المشرفة. هو للإفادة أيضا المعلومات التي تفضلت بها في بداية النقل، وللإخوة الذين انضموا إلينا يعني الآن، نعيد أنه كسوة الكعبة تصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود، والمنقوش عليه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعبارة الله جل جلاله، وعبارة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وعبارة يا حنان يا منان. الحزام حزام الكسوة يوجد تحته على الأركان سورة الإخلاص، كما تلاحظون الآن سورة الإخلاص على الأركان تحت الحزام الذهبي لكسوة الكعبة المشرفة. إسعاف إلى عرفات ليتمكن من أداء فريضة الحج، وستستمر الرعاية الطبية بالتأكيد معه طوال الفترة، وبالتأكيد ينقل الذين تسمح حالتهم طبيا بالبقاء طوال ساعات اليوم هنا في عرفات. وهنا في صحن الحرم المكي الشريف يضع الفنيون والمختصون اللمسات النهائية في عملية تثبيت أطراف كسوة الكعبة المشرفة لتوضع بشكلها النهائي. لعلك لاحظت زميل عبد الله أن الجزء الخاص بالآيات الكريمة الموجودة
وهذه العبارات هو جزء خاص لوحده. نعم. اللهم فيجري الآن تثبيته بشكل مباشر على الرداء. نعم. وهذا ما تحدث عنه نعم ما تحدث عنه ما أشرنا إليه إنه الكسوة مبطنة بالخام وست قطع في الكسوة بشكل عام للآيات القرآنية وتكون موضوعة بين أضلاع الكعبة التي تبلغ يعني 7.5 متر وهذا هو القطار يعني عملية الانتقال في محطات القطار وهذه اللقطة التي تشاهدونها من منى. يمكن الإشارة زميل عبد الله إلى أن الطقس في عرفات كما يعني سمعنا من مناسب جدا. نعم من المستقرين البارحة وما نحسه الآن ونحن في عرفات يتجه بإذن الله تعالى إلى أنه لا يكون حارا جدا ربما يعني تصل درجات الحرارة تقترب من 30 أو تفوقها قليلا لكنه في المجمل ليس حارا هو معتدل كما أشار المختصون في أحوال الطقس ولكنه ربما يعني وما في شك الجو مساعد تماما يعني ولو تلاحظ انه في غياب شبه كامل للمظلات التي عاده تكون سمه من سمات المتجهين الى عرفات والواقفين على صعيده الطاهر ربما يستعملونها زميل عبد الله مع تقدم الوقت و يعني قدوم الظهيره يعني ان احتاجوا اليها لكن قياسا ل هذه السنة التي نعيشها الجانب الآخر هي منطقة جبلية ومناطق يعني محددة ب يعني اعتبارات أساسية في الجغرافيا لا يمكن يعني لا يمكن إغفالها وهي ربما مما ساعد يعني سواء كانت الجهات المنظمة أو الحاج نفسه الحجاج أنفسهم في أن يعني تتسع دائرة الاستفادة من الحج إلى أبعد